مرحبا يا ربز ام ايه، مرحبا لكل محبين الفنون القتاليه المختلطه بالعالم العربي. انا اليوم معاكم محمد مرزا من ديزرت فورس، بدي احكي لكم عن الموسم الجديد لديزرت فورس اون ام بي سي اكشن. في عندنا اول بطوله راح تصير بالامارات بنادي الوصل بدبي بتاريخ 14. وي كانت ويت تو جو تو دبي، كثير متحمسين، بدنا نشوف كيف راح يكون الاقبال بالخليج، كثير متاملين نشوف ناس مشجعين من الامارات من السعوديه ومن الكويت يجوا يشجعوا المقاتلين تاعينهم to put on a good show. فعشان هيك استنونا 14 بدبي.